وحول حكم المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. أهلا بك معنا أستاذ كاظم. أهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله، أهلا بك أستاذ كاظم. يعني المحكمة الاتحادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس النواب المقدمة بطبيعة الحال من التيار الصدري، إلى أي مدى يمكن أن تكون المحكمة بهذه الخطوة قد يعني ألقت الكرة في ملعب شركاء العملية السياسية برأيك؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية اليوم برد الدعوة المقامة أمامها من قبل تيار الصدري ومن جهات أخرى، يعني هناك جهات عديدة ولكن في مقدمتهم كان من قبل تيار الصدري، ولكن إذا تمعنا وأنا اطلعت بكافة يعني تفاصيل هذه الرد من قبل المحكمة الاتحادية، على إذا قرأناه بأدبيات سياسية فإن قرار حل البرلمان موجود في هذه يعني الرد، ولكن بحسب أدبيات قضائية فإن قرار الحل أصبحت من اختصاص البرلمان، وأشارت المحكمة الاتحادية في ثنايا ردها أن اختصاصات حل البرلمان من اختصاصات حصرية للبرلمان العراقي وكذلك للحكومة التنفيذية بشقيها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. فإذا اليوم الكرة عادت مرة أخرى في الساحة السياسية العراقية، ولكن ربما سائل يسأل هل كان بإمكان المحكمة الاتحادية أن تلعب دورا يعني مناطا لها في هذه العملية السياسية المعقدة، حيث أن البلاد تمر بأزمات خانقة وكذلك يعني أصبح الأمور على شفى حفرة من الاحتراب الداخلي، فهل كان يعني النظر في هكذا الدعوة بهذه النصوص يعني الحدية، أم كان بإمكان المحكمة الاتحادية النظر بمقاصد ومبادئ الدستورية وأخذ كل هذه الظروف والمعطيات على الساحة السياسية العراقية والخروج بحكم؟ لربما يعني كنا نتأمل نحن كمراقبين السياسيين بأن تكون هناك توجيه من المحكمة الاتحادية للبرلمان العراقي بأن تقوم بحل نفسها وعدم يعني ترك الأمور هكذا، يعني إن شئتم يعني تقومون بحل البرلمان وإن لم تشاءوا إلى آخره، فالأمور فيه يعني شيء من ولكن هناك من يرى نعم يعني ولو يعني أوصت المحكمة بهكذا قرار لربما لن يكون يعني مجبرا هكذا قرار كما تحدثت، ولكن بالنسبة لي يعني هذا القرار الذي اتخذته المحكمة، ألا ترى به انحيازا كما يرى البعض للإطار التنسيقي على حساب التيار الصدري؟ طبعا يعني إذا كنا يعني في حالة من الوسط قراءة ما جاء في مطالعة الدعوة رد الدعوة، كان فيه أمور يعني تقدمها المحكمة الاتحادية على قرار رد الدعوة، منها يعني أن العملية السياسية أصبح يعني لا يطاق وأن الشارع العراقي أصبح لا يثق بالعملية السياسية واستشراء يعني الفساد في مفاصل الدولة العراقية، وأن النظام السياسي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل، كل هذه أتت على لسان المحكمة الاتحادية، ففيه يعني تقريرات واضحة وإن كانت غير ملزمة. هنا الإشكالية أن الكتل السياسية في العراق لا تأخذ بهكذا تقريرات أو كلام إنشائيات إذا لم تكن هناك ضغوطات
وممارسة شيء بحثية مع هذه الكتل سوف يعني أكيد يعني ربما يخرجون من الباب ويعودون من الشباك إلى آخره، يجيرون أو النصوص إلى صالحهم. كل هذه فيه معطيات، فإذا قرأناها من هذه الجهة صح أن ربما لصالح جهات معينة هذه القرار، فلذلك نحن كنا نعول أن تكون هناك توجيهات كما كان هناك توصيات في عندما صادقت على نتائج الانتخابات، أوصت بتعديل قانون الانتخابات، فكذلك كانت هناك لابد أن تكون هناك التوصية والتوجيه وليس جبر البرلمان. هناك فرق ما بين الجبر والتوصية والتوجيه، فكان لابد أن هناك توجيه للبرلمان بحل نفسه بنفسه. لربما يأتي تساؤل من الكتل السياسية عندما يقولون كيف بدون عقد جلسات أو مضي في عقد جلسات كثيرة وفترة يعني ربما سنة بعدما نذهب إلى حل البرلمان. الأمر لا يحتاج كل هذه التفاصيل، كل استغراق هذه الفترة الزمنية، مجرد في جلسة واحدة تسبق حل التصويت على حل البرلمان من قبل البرلمان نفسه، ممكن في 10 دقائق تعديل قانون الانتخابات بحسب ما جاء في توصية المحكمة الاتحادية. فكما كانوا يعدلون قوانين وقرارات ب10 دقائق، فكذلك ممكن تعديل قانون الانتخابات ب10 دقائق وبتضمين القانون أن تكون العدد والفرز يدويا وتنفي. طيب سيد كاظم، نعم سيد كاظم، يعني بالمحصلة البرلمان لم يحل والمحكمة حكمت بعدم اختصاصها بحل هذا البرلمان، ويبدو أن الأمور يعني آخذة إلى تطور. الآن ما هي خيارات التيار الصدري برأيك بعد أن لربما يعني ألقى بجميع أوراقه في الأيام الماضية؟ هل سيعود إلى الاحتكام للشارع أم ماذا؟ أنا بقراءتي الشخصية هناك يعني بعض الوسائل من بعض الأطراف السياسية وحتى غير السياسية لجر تيار الصدري وعودتهم إلى البرلمان العراقي، وأنا لا يعني لا أعول على هذه، لأن التيار الصدري الآن في عزلة من السياسة، خاصة يعني زعيم التيار سيد مختصر صدر هو اعتزل السياسة بشكل علني وصريح، وهم بإرادتهم قد خرجوا من البرلمان، فكيف يعودون إلى البرلمان؟ فهذه طروحات سياسية لجر التيار الصدري إلى البرلمان مرة أخرى. ولكن السؤال هنا، نحن يعني الشعب العراقي عندما يريد حل البرلمان، ليس حل البرلمان من أجل حل البرلمان، بل مضي بعملية سياسية يعني مغايرة عما كانت عليه الأمور قبل هذه الأحداث، يعني منذ أكثر من 19 سنة. أما حل البرلمان والعودة إلى التوافقية والعودة إلى تقاسم السلطة واشتراك في الحكومة، وأن يكون الممثل فلان هو رئيسا للحكومة وممثل الكتلة الفلانية هو رئيسا للجمهورية، فهذه يعني تعتبر انتحار سياسي للتيار الصدري إذا أقدم إلى هذه المهمة أو عاد مرة أخرى إلى البرلمان. فأنا أشك كثيرا في نوايا الجهات التي تدعو هكذا دعوات أو تذهب إلى المحكمة الاتحادية. طيب سيد كاظم سريعا، يعني هل برأيك التيار الصدري أو السيد مقتدى الصدر أعلن اعتزاله السياسة بشكل نهائي؟ يعني اعتزال هو لا توجد في كل العالم اعتزال عن السياسة بشكل نهائي، ولكن بحسب مفهوم الحالي لاعتزال تيار الصدري هم لا يريدون بالذهاب إلى انتخابات أيا كان نوعها مبكرة وغير مبكرة مع كتل سياسية الآن في السلطة، هذا معنى العزلة. هم بحسب تصورهم يقولون نحن نريد إصلاحا
ما نعتقده وما يريده الشعب العراقي بمعزل عن كتل السياسية التي حكمت العراق منذ 19 سنة. فإذا توفرت هذه الشروط من ذهاب إلى انتخابات بعد حل البرلمان سريعا إلى انتخابات مبكرة، وأصبح هناك قانون يضمن هكذا التوجه، ممكن عودة التيار الصدري سريعا إلى مشهد السياسي مرة أخرى. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور.